رسالة من أحد الإخوة المستمعين آثر في رسالته عدم ذكر اسمه، يسأل ويقول: ذهبت إلى صلاة الجمعة وفي منتصف الخطبة تذكرت أنني لم أتوضأ، فكنت في حيرة من أمري، أترك الخطبة وأتخطى رقاب الناس وأذهب للوضوء أم أبقى جالسا؟ لو تكررت هذه الحالة كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا. إذا تذكرت أنك لست على وضوء والإمام يخطب للجمعة فإنك تنصرف وتتوضأ وتعود لسماع الخطبة، وكذلك إذا تذكرت وأنت في الصلاة فإنه يجب عليك أيضا أن تنصرف ولا تستمر في الصلاة وتتوضأ وتعود للصلاة. أما أن تستمر في جلوسك أو في صلاتك وأنت على غير وضوء فهذا في الصلاة ظاهر البطلان وظاهر التحريم، أما في حال الخطبة فإن ذلك يفوت عليك الصلاة، فينبغي لك أن تخرج وأن تتوضأ من أجل أن لا يفوتك شيء من الصلاة. نعم.